شارك المئات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عرة في مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وطواطئ الشرطة مع عصابات الإجرام الجمعة. وانطلقت المظاهرة الاحتجاجية للأسبوع الثالث على التوالي بعد أداء صلاة الجمعة في مبنى بلدية أم الفحم. وتوجه المتظاهرون إلى مركز الشرطة في المدينة إذ رددوا هتافات ضد تواطؤها وسياسات الحكومة بعدم لجم ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي. وشهدت العديد من البلدات العربية في كافة أنحاء البلاد فعاليات ومظاهرات احتجاجاً على تواطؤ الشرطة في مكافحة العنف والجريمة.